المباراة، وللجميع وجهة واحدة في سترايك لاند. هذا صحيح، لم تمر سوى 30 دقيقة وها هم سوبا سترايك في موقع القيادة. هاي يا شيكس، هدف رائع بالنسبة لمهاجم ثانوي. نعم، أعتقد أنه رائع مقارنة بالهدف الذي أحرزته. هكذا إذن، عموماً من يسجل أكثر يفوز. انتظر. إن الوقت يمر، وإلما تدور وشيكس سجل ثلاثية. آسف لك، قد حان وقت الإنهاء. وها هو شيكس يوقع على الهدف. الكرة الملتفة. نعم. لا أريد أن أكون المنافسة المقبلة للسوبر سترايكر. نعم، لابد أن التكنيكالي يرتعشون من الخوف. هذا هو ما تظنه. ما هو أظن؟ شيء أنا جيد فيه، وشيء أنا أعلمك كيفية فعله. إذن كيف جرت المرحلة الأولى يا بول؟ ما هو بول؟ إنه أنت، جهاز متموضع لفهم كل التحركات المحتملة، فهمت؟ فهمت. ما هو الجهاز المتموضع لفهم كل التحركات المحتملة؟ لديك مقاطع لمباريات الماتادور وشيكس على قرصك الصلب. يمكنك تحليل كل تعبير لهم وتتوقع كل حركة وصنع النصر للتكنيكالي. توني، هل أنت في الداخل؟ رائع، يصبحون شديد الحساسية عندما أضع القوانين. نعم يا توني، سنلعب ضد سوبر سترايك خلال أسبوع. نتساءل إن كنت تريد التدرب؟ أعتقد أن بندكت بي برادلي قلق إلى حد ما من مواجهة شيكس وإل ماتادور. ما هو التدرب؟ ليس الآن يا بول. مهلاً، من هذا؟ زميلكم الجديد، إنه حارس مرمى موهوب جداً. بول، ها؟ ما هو اسمه الكامل؟ بول بيت بوت بادي بمبرلب. لا وقت لدي لهذا، والآن اذهبوا وقوموا بأي شيء وافعلوه. علي إحضار بطاقة لسوبر ليج. لدي أنت وبنديكت بي برادلي وثاديو ثارينغتون و... عشر من بطاقاتي. محظوظ جدا صحيح؟ هيا، المزيد من جون جي جونسون جونيورز. هذا تملق، هنالك خمس منها في الكيس. نعم، خمس. حسنا يا أولاد، تكنيكالي هذا الأسبوع. أيها المدرب، هل تحتاجون جميعاً في التدريب؟ هذان الشابان سيسجلان على كل حال. كونهما في مستوى جيد لا يعني أنه عليكم التهاون. بلوك ونوث شو. لن تنقذك تسديدة الدقيقة الأخيرة هذه المرة. إن كنت تريد عدد أهداف كالذي أسجله، يمكنني أن أعلمك التسديدة الملتفة. لست بحاجة إلى تعلم حركتك غير القابلة للإيقاف، لدي حركاتي. حسناً، توقف. أنا لا أمانع المنافسة الصحية، لكن حاول جيداً ألا تفقد السيطرة. ها؟
بي أبدا. أنتما شابان غير منطقيين. إنه ميكوتشان. ميكوتشان، المهارة في التمرير جيد جدا، لكن ليس بجودة ريانو. 89. حسنا، إنه دوري. الماتادور، المهارة الهجومية، هيا. أسمعت يا شيكس؟ بطاقة سوبر ليج خاصتي لديها قدرة. شيكس، المهارة الهجومية. ماذا؟ كيف لذلك أن يكون؟ الكرة الملتفة. كون توني لا يريد أن يتدرب لا يعني أننا فاشلون. نعم، لذلك سننزل إلى الملعب. نعم، ودون أن نهتم سنكون جاهزين لسوبر سترايكا. نعم. حسنا يا بول، لنبدأ العمل. توني يقوم بتدريب خاص مع بول. ها أنت ذا يا بول، أنت التحفة الفنية الجديدة من العيون الصناعية. إذن كيف ترى المنظر؟ ما هو المنظر؟ انطفئ في الوقت الذي أعمل فيه. ما هو انطفئ؟ جون جي جونسون، المهارة الهجومية 35. مهلا، أين بطاقة شيكس؟ نقطة واحدة، نقطة واحدة، كل ذلك بسبب تلك الكرة الملتفة السخيفة. مرحبا يا توني. حسنا يا بول، حان الوقت لاختبار آخر شيء من خطتي. أجل، الحقل المغناطيسي مستقر. ما هذا؟ واحدة من بطاقات جون جي جونسون الغبية. ذلك اللص المتلصص كان يتلصص هنا. بول، تحديد هوية الهدف. الهدف شيكس. نعم، إنها تعمل. ما هو تعمل؟ اخرس، أنت تفسد اللحظة. بابا، أنت عبقري يا توني. سنهزم سوبر سترايكا ونفوز بالسوبر ليج. التدريب لنا وليس فقط لبول. التدريب لنا وليس فقط لبول. ماذا تفعلون الآن هنا أيها الحلقة؟ لقد اكتفينا من معاملتك لبول بطريقة أفضل. أيها الأغبياء، بول هذا. بول ماذا تكلم؟
إن بول مريض جدا، لقد أصبح باردا ورماديا وهو لا يتحرك. إذن يا توني، هذا يعني أنني الأساسي؟ وهذا ما يريده بول. في الحقيقة عليك ارتداء قفازات حظه. والآن اخرجوا، اربحوا هذا من أجل بول. من أجل بول. ليس سريعا يا جوني جي جونسون جونيور. وجدت هذه على أرضية الملعب أمس. ماذا كنت تفعل هناك؟ ماذا رأيت؟ لم ترى شيئا، فهمت؟ بطاقة لتشيكس؟ غير معقول، إنها نادرة جدا. إذن أنت تنفي أنك تركتها؟ أعرف أنك مهتم بهذا. لم يكن أنا يا توني، يستحيل أن أخسر بطاقة السوبر ليج. هل أخذها؟ نعم بالتأكيد، أيا كان. حسناً اثبتوا جميعاً. بطاقة شيكس فقدت بشكل رسمي. فقدت بشكل رسمي. لا تنظر إلي، الشيء الذي أجمعه الأرقام. وأنا لست بحاجة إلى البطاقة. حسناً إنه أنا. لقد أتيت أمس للتدريب وربما أوقعتها على أرض الملعب. على ماذا تتدرب؟ ليست الكرة الملتفة. نعم، ولما أخذت بطاقتي؟ لأن رؤيتك تملأني بالغضب المطلوب وأنا بحاجة إلى محفز. هيا يا صديقي، قد تكون البطاقة مكانها. أنت من أين حصلت على البطاقة؟ توني أعطاني إياها. أكره أن أفسد الأمر، لكن أعتقد أنها لنا. هل يمكنك أن تثبت؟ لا. قال لا. احذرا، سأبدلها مقابل بطاقة بول. بطاقة من؟ بول الحارس الجديد. وكيف يبدو؟ إنه أنا لا أعرف، إنه يقضي كل وقته في مختبر توني. محظوظ. ما رأيك أن تبيع لنا الآن بطاقة شيكس مقابل 20 بطاقة لجون جي جونسون؟ ساذج. ساذجان. حسنا، هل أنت جاهز للتصدي لشيكس والماتادور يا بول؟ نعم. حقا؟ نعم أنا جاهز. بدون أي أسئلة؟ نعم أنا بخير. والآن فلتشهدوا معي قوة هذا الاختراع العظيم. بدأ اللعب. بداية رائعة من الفريق الأصفر، لكن بلوك أنهى الخطر. هجمة مرتدة للسوبر سترايكا. يمكنك فعلها يا بنديكت. توني يعتمد عليك وبول يؤمن بك. تايجر يرسل العرضية. شيكس هناك. الهدف شيكس. تحديد الحركة. الحركات المعروفة: ركلة العقرب، الكرة الملتفة، ركلة الدوران. تم التحديد، ركلة الدوران. ما هذا؟ تسديدة شيكس، يتصدى لها بنديكت. إنها قفازات جالبة للحظ. لا، هذا سيكون أسوأ مما توقعنا. نعم، استمر في قول ذلك لنفسك. سأكون مشغولاً بتسجيل الأهداف. أوه.
حان الوقت لتسديد كرة ملتفة وتسجيل هدف. لا أحتاج حركاتك يا شيكس أو أقوالك. هذا لا يصدق. أوقف بنيديكت الكرة الملتفة. إنها اللحظة. لقد فشل زملاؤك وخصوصا شيكس. هناك شيء واحد لفعله. الكرة الملتفة؟ لا، تسديد الكرة. لقد سدد، لكنه لم يستطع أن يفهم هذه، وواقف في مكانه. أوه، كانت قريبة. شيكس يستحوذ عليها، لكن الحكم يعلن نهاية الشوط. أحسنت يا بنيديكت. انطفئ. هل رأيتم ذلك؟ قفاز بنيديكت، أعتقد أنني رأيتهما يتحركان وحدهما. هل جنن؟ ماذا تقول يا أخي؟ وربما أنت تصطنع الأعذار لأنك لم تستطع التسجيل. وأنت أيضاً. هذا خارج عن الموضوع. كان برادلي ضعيفاً. عليهم أن يحدثوا معلومات بطاقة برادلي في سوبر ليج. يجب أن يحصل على تقييم أعلى. لا أعلم لما أحضر توني معه حارساً جديداً. تقصد أي حارس؟ أي حارس؟ أجل، شخص يدعى بول، ولكنه غير موجود على مقاعد البدلاء. يبدو أنه يتسكع في مختبر توني. مرحباً بول، أنت هنا؟ ماذا هنا؟ في هذه الغرفة؟ إن عتادي الأساسية موجود هنا. بول. نعم. أفهم من ذلك أنك حاسوب؟ وصفي هو آلة متموضعة لفهم كل الحركات المتوقعة. تلك هي. ما هي؟ هي. هل هذا حقيقي؟ إذن فأنت تقول أن برادلي تحت سيطرة قفازيه؟ نوعاً ما، هذا كله موصول إلى حاسوب خارق يمكنه توقعنا. ولما لم يتوقع الحاسوب تسديدتي الخاصة؟ كان برادلي متجمداً في مكانه. هذا لأنها ليست حركتك. ليست الكرة الملتفة، إنها لفة الكرة. إنها مختلفة. فكروا الآن، بول توقع أن أنفذ حركاتي وتوقع حركاتك، ولكنه لم يتوقع أن ينفذ إلما تدور حركتك. هذا بالتأكيد. إذن فالحل بسيط، شيكس يعلمون ما تدور حركته. هذا لن يحدث. هيا افعلها للفريق. الجماهير. الشعار افعلها لأنها فرصتك لهزيمة شيكس. لقد بدأ الشوط الثاني وسوبر سترايك في حالة هجوم. شيكس يتحضر للتسديد، لكن برادلي أوقف كل ما سدد عليه اليوم. إنها لك. أوه، يا لها من تمريرة. الماتادور يدخل المنطقة تحديد الهدف. الهدف الماتادور. الحركات قوس قزح، الثور، ركلة الكعب. حركة غير معروفة. حركة غير معروفة. توقع هذه. فعلتها؟ لقد فعلتها. طبعا فعلتها. تسديدة رائعة، انتصرت في هذه الجولة. في الحقيقة سأعتبرها تعادلا. أحيانا التمريرة تصنع الهدف. كل تلك النقود صرفت على آلة غبية مزعجة. الهدف توني فير. الحركات
الاختراع، الفشل، القرارات الانفعالية. أنا سوف أحولك إلى مكنسة كهربائية يا كيس البراغي الغبي. مسار العمل، الدفاع عن النفس. توقف، اترك لحيتي.